السلام عليكم طلاب. وصلنا لموضوع Selection Statement، عبارات الاختيار أو جمل الاختيار. حاليا من بعد ما أخذنا مجموعة من الدروس اللي تعتبر كمقدمة للدخول إلى لغة C++، راح نبدي ناخذ الستركتشر العام أو الهيكلية العامة وأهم الإعازات اللي تكون قواعد اللغة البرمجية. إذن راح نتطرق بهاي المحاضرة إلى أشهر كلمة مفتاحية أو تركيب برمجي يساعدك في مفهوم الديسيجن ميكينج، يعني نقصد به صنع أو اتخاذ القرار داخل البرنامج. طلاب، مثل ما تعرفون كل البرامج اللي درسناها بالمحاضرات السابقة كانت تتنفذ إعازاتها من الأعلى إلى الأسفل، from top to the down، والكمبايلر يشيكها من الأعلى إلى الأسفل وينطيك النتيجة. لكن في حالة الـ decision making، صنع واتخاذ القرار داخل البرنامج، الجمل البرمجية راح تغير مسار البرنامج، يعني كأنما تخلي البرنامج داخل مفترق طرق. يعني تخيل البرنامج بأنه إذا أكو شرط معين داخل البرنامج، إذا تحقق هذا الشرط يروح مسار البرنامج إلى اليمين مثلا، وإذا ما تحقق الشرط داخل البرنامج يروح مسار البرنامج إلى اليسار، فكأنما صارت أكثر من طريق وأكثر من نهاية للبرنامج. هذا كله بالاعتماد على الشروط وتحقق الشروط وفشل تحقق الشروط في تغيير سير البرنامج. إذن 3 عوامل مهمة تحدد انسيابية أو سير البرنامج هي الشروط وتحقق الشروط وفشل تحقق الشروط. الديسيجن ميكينج يعتبر من أشهر التراكيب البرمجية، وأكو أكثر من كيورد أو إعاز يحقق لك هاي الخاصية اللي هي الديسيجن ميكينج. من هاي الإعازات اللي راح نستخدمها داخل البرنامج على مود تسوي لك الديسيجن ميكينج هي التالي: أولا الإف، ثانيا الإف إيلس، ثالثا الإيلس إف، رابعا النيستد إف، وأخيرا السويتش. أول وأشهر إعاز بالديسيجن ميكينج هو الإف ستيتمنت. الجملة الشرطية هي الجملة التي تحتوي على شرط أو قرار. إذن الإف ستيتمنت بيها نمطين: النمط الأول The Single If Statement Structure، شرحها كالتالي. السنتاكس مالته هو كالتالي: تكتب if بالسمول letters لأن هاي keyword، تفتح البارنتيسز أقواس العلاقة، تكتب داخل الأقواس الكونديشن مالتك أو القرار اللي هو الشرط، من بعد ما تكمل الشرط تكتب الستيتمنت 1. هاي عبارة عن جملة برمجية، يعني هاي الجملة راح تتنفذ عندما يصبح الشرط true صحيح، أو في حالة تحقق الشرط تتنفذ هاي الجملة البرمجية اللي هي الستيتمنت 1. في حالة فشل تحقق الشرط أو عدم تحقق الشرط ما تتنفذ عندك هاي الجملة البرمجية. آلية انسيابية البرنامج كالتالي: يجي البرنامج يشوف الكونديشن اللي هو هاي الاف ستيتمنت نقصد بيها، في حالة كون هذا الكونديشن ترو صحيح يروح البرنامج بهذا الاتجاه ينفذ الجملة البرمجية اللي هي ستيتمنت 1 ويكمل، في حالة عدم تحقق الشرط يروح مباشرة بهذا الاتجاه ويترك الستيتمنت ما ينفذه. هسه راح تتوضح بالاكزامبلز. example 1 if
فتح قوس أقواس العلاقة، خلّى بداخل الأقواس الشرط. الشرط مالته كالتالي: الأفرج أكبر من أو يساوي 3.5. يعني في حالة كان معدل الطالب أكبر من 3.5 أو يساوي 3.5، ايش راح ينفذ؟ ينفذ الستيتمنت 1 اللي هي سي اوت جود، يعني اطبع له جيد. اذا راح يطبع جود وينفذ لك هاي الستيتمنت 1 عندما الشرط يتحقق. في حالة عدم تحقق الشرط، يعني الافرج اصغر من 3.5، ما راح ينفذ هاي الجملة البرمجية. اكزامبل 2، if قيمة الـ x أكبر من 0.0، إذن في حالة تحقق الشرط راح ينفذ هاي الجملة البرمجية. في حالة عدم تحقق الشرط، يعني قيمة الـ x مو أكبر من الصفر، أقل من الصفر، أو تساوي الصفر، ما راح ينفذ هاي الجملة البرمجية. هذا النمط الأول في السي بلس بلس. وصلنا لإكزامبل 13، write a C++ program to read any two numbers and compare between them if they are equal or not. يعني اكتب برنامج لقراءة رقمين ويسوي مقارنة للرقمين وبعدين يشيك هل الرقمين متساويين أو لا. إذن البرنامج هنا راح يحتاج قراءة رقمين، وهاي الرقمين هي متغيرات، لذلك لازم تحجز هاي المتغيرات مكان بالذاكرة. وآلية حجز مكان بالذاكرة للمتغير حسب الدرس اللي شرحناه هو الإعلان عن المتغيرات Variables Declaration، وهي نقصد بيها النوع البياني للمتغير واسم المتغير. اذا من بعد ما عرفت المتغيرات هنا هاش انكلود او ستريم دوت اتش والفويد مين، قوس البداية البرنامج وقوس النهاية. عرف متغيرين من نوع فلوت، اذا النوع البياني لهاي المتغيرات فلوت، اسم المتغير الاول اكس واسم المتغير الثاني واي. على مود يسوي قراءة هاي المتغيرات راح يستخدم دالة المدخلات اللي هي السين، وعن طريق هاليوزر راح ينطي قيم للمتغيرات اللي حجزها بالذاكرة، ينطي هاي القيم من الكيبورد. بس قبل لا يقرأ هاي القيم راح يطبع عبارة توضيحية على الشاشة تخبر اليوزر يدخل رقمين، اذا راح يستخدم دالة السي اوت لأغراض ترتيب البرنامج. سي اوت اوتبوت اوبريتر، انتر اني تو نمبرز، يعني ادخل اي رقمين. خلى هاي الجملة مثل ما تشوف داخل دبل كوتيشنز، ليش؟ لان هنا فقط يريد يطبع عبارة توضيحية مثل ما شرحناها بالمحاضرات السابقة. سلاش ان على مود ينزل نيو لاين، سطر جديد، تركز له على هذا الشيء. سلاش ان ويا الجملة على مود ينزل سطر جديد، فارزة منقوطة، راح ينزل سطر جديد يستخدم دالة السي ان لقراءة البيانات اللي هي الاكس والواي. اذا حاليا هو قرأ البيانات، يعني دخل البيانات من الكيبورد وهاي البيانات انخزنت بالذاكرة. هسه راح يقارن الرقمين اللي هي قيم الاكس والواي عن طريق الكومبير اوبريتر اللي شرحناه بالمحاضرات السابقة كالتالي: اذا اليوزر اثناء التنفيذ منطق قيمة الاكس تساوي قيمة الواي، فراح يطبع له هاي العبارة بانه الاكس والواي متساوين. اذا كلمة اذا معناها عندك شرط، اذا راح يكتب اف يفتح الأقواس يخلي هنا الشرط، الشرط مالته على الرقمين الأكس والواي، فراح يستخدم اليساوي أوبريتر
if ال x يساوي ال y، يعني إذا كانت قيمة ال x نفسها هي قيمة ال y، راح ينفذ ال statement التالية وهي see out، يعني راح يطبع لك على الشاشة بأنه ال x is equal to y، وانزل ينزل سطر جديد. هنا قيمة ال x بلا double quotation لأن راح يسحب قيمته من الذاكرة. مثلا اليوزر منطق قيمة ال x 5، فهنا راح تنطبع 5، 5 وراها جملة توضيحية is equal to، ويسحب قيمة ال y مثل 5 في حالة اثنين هم متساويين. لكن إذا اليوزر انطق قيم من ال x وال y أثناء التنفيذ غير متساويين، فمعناه ما راح تتنفذ هاي الستيتمنت لأن الشرط ما تحقق، فراح ينزل الشرط الثاني if ال x لا يساوي ال y، استخدم الاوبريتر اللي هو not equal، راح يطبع عبارة بأنه ال x وال y ما متساويين، see out ال x is not equal to y، واندل ينزل سطر جديد وينتهي البرنامج. فراح نفترض بأنه أثناء التنفيذ يجي الكمبايلر هنا يلقى تعريف متغيرين، يطبع هاي العبارة عن الشاشة enter any two numbers، فراح تنطبع هاي العبارة enter any two numbers slash n، راح ينزل سطر جديد، نزل هنا سطر جديد، لقى دالة سي ان تقرأ رقمين، فراح ينطي اليوزر الرقمين، مثلا انطى الرقم الأول 10 والرقم الثاني 20. يدخل الشرط الأول ما راح يتحقق لأن العشرة ما تساوي العشرين، فهذا كله ما يطبعه لأن الشرط ما تحقق. يروح للشرط الثاني إذا ال x لا يساوي ال y، بالفعل يتحقق هذا الشرط لأن العشرة لا تساوي العشرين، راح يطبع هذا على الشاشة وهو see out، راح يطبع قيمة ال x اللي هي جد عشرة، وراها يطبع is not equal to، هاي عبارة توضيحية تطبع كما هي is not equal to، يطبع على قيمة ال y اللي هي العشرين، انتهى البرنامج. اذا هنا تحقق الشرط الثاني اللي هو ال x لا يساوي ال y لان قيمهم ما متساويات، العشرة لا تساوي العشرين. لكن اذا اليوزر بالتنفيذ انطى قيمة ال x تساوي قيمة ال y، يعني هنا انطى عشرة وانطى عشرة الرقم الثاني، فراح يجي للشرط الأول يشوف ال x يساوي ال y، تحقق الشرط، فراح ينفذ الجملة البرمجية اللي هي see out يطبع ال x 10 is equal to ال y 10، هاي في حالة قيم ال x وال y متساويات، فيتحقق الشرط الأول وينلغي الشرط الثاني. النمط الثاني من ال if statement هو the single block if statement structure، يعني بهذا النمط عندك شرط واحد ومن يتحقق الشرط تتنفذ أكثر من جملة برمجية واحدة، ولازم تخلي هاي الجمل البرمجية داخل أقواس المجموعة على مود يصير بلوك واحد تابع للشرط. السنتكس مالتك التالي، تكتب if تفتح أقواس العلاقة تخلي هنا الكونديشن مالتك، تكتب الستيتمنت 1 فارزة منقوطة، الستيتمنت 2 فارزة منقوطة، الستيتمنت 3 فارزة منقوطة إلى آخره من الستيتمنت، وتحصر هاي الستيتمنت الجمل البرمجية داخل أقواس المجموعة على مود يصير بلوك واحد كله تابع لهذا الشرط. يعني من يتحقق الشرط كل هاي الجمل البرمجية تتنفذ، في حالة عدم تحقق الشرط كل هاي الجمل البرمجية ما تتنفذ. تنتبه لي على هذا المثال جدا مهم، write a C++ program to read a number and check if it is positive، if it is so print it decrement it by 2 and add it to a total. اذا راح تكتب المكتبة الهاش include ostream.h والvoid main والاقواس مالت بداية البرنامج ونهاية البرنامج. البرنامج هنا يقرأ number، إذن
هذا الرقم هو يعتبر متغير، لذلك لازم تعرفه وتحجز له مكان بالذاكرة وحسب موضوع الـ Variable Declaration، يعني تنطي النوع البياني والاسم للمتغير، وهنا ما محدد لك النوع البياني، لذلك براحتك تريد تعرفه Integer أو Float ماكو مشكلة. وبعدين على مود تسوي له قراءة تستخدم دالة السين، دالة المدخلات، على مود تنطق قيمته من الكيبورد. And check if it is a positive. هنا من منطوق السؤال تعرف انت عندك شرط لان موجودة هاي الاف، يعني هنا يريدك تشيك العدد هل هو موجب او لا. على مود تعرف العدد الموجب من السالب بالبرمجة تتبع القاعدة التالية: العدد الموجب هو كل الأعداد اللي أكبر من الصفر بالإضافة إلى الصفر، يعتبر ضمن الأعداد الموجبة. أما الأعداد السالبة هي جميع الأعداد الأصغر من الصفر. إذا على مود تشيك العدد موجب أو سالب لازم تستخدم الشرط الـ if statement. في حالة تحقق الشرط if it is so، يعني تحقق الشرط يعني العدد positive موجب معناه أكبر من أو يساوي الصفر، إيش راح يصير هنا؟ print it، يعني يقول لك هنا بالسؤال اطبع العدد، إذا هاي الـ statement الأولى راح تتنفذ. ثانيا decrement it by 2، يعني سوي للعدد نقصان بمقدار قيمتين، اذا هاي الستيتمنت الثانية اللي راح تتنفذ. واخيرا add it to a total، يعني اضيف هذا العدد الى متغير اسمه total. كلمة اضافة يعني جمع، كلمة add يعني يقصد بيها جمع، يعني راح تجمع العدد مالتك اللي انطيته من الكيبورد مع التوتال اللي انت راح تفرضه كمتغير، لذلك لازم نعرف التوتال كمتغير وننطيه قيمة ابتدائية هي الصفر، هاي تنتبه لي عليها، انطيناه قيمة الصفر لان هذا التوتال راح اجمعه انا ويا العدد مالتي اللي هو النمبر، فالعنصر المحايد في عملية الجمع هو الصفر، لذلك على مود احافظ على القيمة مالت النمبر مالتي اخلي التوتال يساوي صفر. مثلا النمبر مالتي 5، فخمسة زائد صفر يصير التوتال 5. سين للنمبر هاي افتهمناها، القراءة الشرط اف النمبر اكبر من او يساوي صفر، يعني إذا كان العدد اللي انطاه اليوزر من الكيبورد يساوي الصفر أو أكبر من الصفر فهو موجب. انتبه هنا راح ينفذ ثلاث جمل برمجية، لذلك خلي هاي الأقواس على مود يصير بلوك واحد بداخله ثلاث جمل برمجية تتنفذ. إيش راح ينفذ؟ أولا print it راح يطبع العدد عن طريق دالة cout، cout والoutput operator يطبع قيمة العدد، والاوتبوت اوبريتر مرة ثانية ويخلي رسالة توضيحية لليوزر بأنه العدد هذا هو موجب. إذا هاي الجملة البرمجية الأولى اللي راح تتنفذ. الجملة البرمجية الثانية لازم decrement it by 2، لازم يسوي نقصان للعدد بمقدار قيمتين، يعني إذا كان العدد 5 تنقص قيمته يصير 3، إذا كان 6 يصير 4. فهنا راح اشرح الستيتمنت الثانية كالتالي: افرض انت عندك العدد اللي انطيته من الكيبورد هو 5، فالنمبر يساوي النمبر ناقص 2، انتبه لي على هاي المعادلة، هنا هذا النمبر اللي هو 5 ناقص 2 ايش قد راح يصير؟ 3. هاي قيمة الثلاثة راح تنخزن بالمتغير اللي اسمه نمبر، نفس المتغير صار له ابديت، ابديت يعني تحديث، تحدثت قيمته كان 5 فصار 3، اذا النمبر بعد تنفيذ هاي الجملة صار قيمته 3. البالاحمر معناها بعد التحديث، البالاسود هو القيمة الاولية.
إذن هنا النمبر فرض عندك 5، فخمسة ناقص 2 3. إذن قيمة النمبر هاي بالأحمر هي القيمة المحدثة بعد النقصان. إذن حاليا النمبر يقرأ أو قيمته صارت 3. الجملة البرمجية الثالثة، add it to a total، يعني اجمع هذا الرقم وي متغير اسمه total. هنا total طلاب عرفناه من نوع integer وانطينا قيمته صفر، لأن العنصر المحايد في عملية الجمع هو الصفر. فهنا على مود أضمن بأنه قيمة المتغير مالتي اللي هو النمبر راح تبقى نفسها ما تتغير، فراح أشرح هاي الجملة البرمجية كالتالي. التوتال بالبداية قيمته صفر، فبالبرنامج كاتب التوتال موجب يساوي نمبر. طلاب هاي الجملة نفسها أقدر أكتبها بهاي الصيغة، أقدر أكتبها توتال يساوي توتال زائد نمبر، بس تركز عليه. فهنا التوتال هذا اللي بالأسود اللي هو القيمة الأولية اللي هي الصفر، زائد النمبر، النمبر اشقد بعد التحديث منه؟ صار 3، فصفر زائد 3 راح تنخزن بالتوتال الجديد اللي هو صار قيمته 3. إذن التوتال القديم قيمته صفر، انضفت له النمبر مالتي اللي هو 3، تغيرت قيمة التوتال صارت 3. إذن هاي التوتال قيمتها 3 الجديدة بعد التحديث. إذا ضمنت أنا بأنه النمبر مالتي بقى 3، لأن النمبر من هاي الخطوة 3، فثلاثة زائد صفر التوتال 3 صار. هذا قوس النهاية للبلوك، وهذا قوس البداية، وهذا قوس نهاية البرنامج. انتهى النمط الثاني من الإف ستيتمنت، The If Else Statement Structure، هذا الهيكل البرمجي الثاني ضمن الديسيجن ميكينج. طلاب الهيكل البرمجي الاول اللي كان اللي هو الاف ستيتمنت، كان عندك هناك شرط واحد، وفي حالة تحقق الشرط تتنفذ يا اما جملة برمجية واحدة او اكثر من جملة برمجية، وتتخلى داخل اقواس مجموعة مثل ما شرحناها سابقا. لكن هذا الستركتشر اللي هو الهيكل البرمجي الجديد، هنا في حالة عدم تحقق الشرط، يعني فشل تحقق الشرط، راح ينفذ جملة برمجية أخرى أو عدة جمل برمجية. يعني هنا راح ياخذ بنظر الاعتبار فشل الشرط، شنو الشيء اللي راح يتحقق من يفشل عندك الشرط، وهذا الشيء ما كان موجود بالهيكل البرمجي السابق اللي هو الإف. فهنا البرنامج راح يشوف الكونديشن مالتك، في حالة تحقق الشرط يعني ترو ينفذ statement 1 أو أكثر من جملة برمجية تخليها داخل أقواس المجموعة ويكمل البرنامج. في حالة عدم تحقق الشرط false راح ينفذ جملة برمجية أخرى اللي هي statement 2 ويكمل البرنامج. إذن هنا راح ياخذ بنظر الاعتبار فشل تحقق الشرط، وشنو الشيء اللي راح يصير عندما الكونديشن فولس يعني يفشل. السنتكس مالتك التالي، اف وتخلي بين الاقواس الكونديشن مالتك، في حالة تحقق الشرط راح ينفذ الستيتمنت 1، وهذا كله مشروح بالاف. راح ينضاف عليه شيء جديد وهو الايلس. الايلس هنا معناها والا، والا يعني في حالة عدم تحقق الشرط نفذ لي الستيتمنت 2، الجملة البرمجية الثانية. إذن else تعني وإلا، نستخدمها في حالة عدم تحقق الشرط. النمط الثاني إلى في حالة كون أكثر من جملة برمجية راح تتنفذ، تحصرها داخل أقواس المجموعة في حالة تحقق الشرط. في حالة عدم تحقق الشرط ممكن تكون أكثر من جمل برمجية تتنفذ عندما يكون الشرط false وتخليها داخل أقواس المجموعة. example 1، هنا برنامج فرعي يشيك
العدد موجب أو سالب. العدد الموجب طلاب هو العدد الأكبر من صفر بالإضافة إلى الصفر، يصنف ضمن الأعداد الموجبة. العدد السالب هو العدد الأصغر من صفر، فهنا راح يساوي سي إن للفاليو. فاليو هو متغير نوعه انتجر سوى له قراءة عن طريق دالة السين، فراح يتشيك بالإف. إف الفاليو أكبر من أو يساوي الصفر، يعني إذا هذا العدد اللي أنطاه اليوزر أثناء التنفيذ قيمته أكبر من الصفر أو تساوي الصفر فهو موجب. إذن الستيتمنت اللي راح ينفذها الجملة البرمجية هي cout positive، يعني أطبع لي كلمة positive على الشاشة. إذن اليوزر راح يفتهم بأنه العدد هذا موجب. لكن في حالة عدم تحقق الشرط، تنتبه على هذا الشيء، يعني اليوزر انطى قيمة أصغر من الصفر، فهنا الشرط ما راح يتحقق. وين راح يروح؟ يروح للإيلس، ينفذ الجملة البرمجية اللي بعد الإيلس اللي هي cout negative، يعني يطبع negative. negative يعني سالب، إذن العدد سالب. إذن في حالة تحقق الشرط ينفذ هاي الجملة البرمجية، في حالة عدم تحقق الشرط ينفذ الجملة البرمجية الثانية. إذن هذا هو الـ if else. example 2، هنا عندك برنامج يقرأ عددين ويطبع العدد الأكبر من بيناتهم. إذن راح يعرف عددين من نوع انتجر ويسوي لهم قراءة سي إن للنمبر 1 العدد الأول وللنمبر 2 العدد الثاني. هسه راح يشيك بالـ if statement. if number 1 اللي هو العدد الأول أكبر من العدد الثاني، إذن إذا كان اليوزر أثناء التنفيذ منط قيمة الرقم الأول أكبر من الرقم الثاني، يعني النمبر 1 مثلا منطيه 10 والنمبر 2 5، فالعشرة أكبر من الخمسة، إذن هاي true، فراح ينفذ الجملة البرمجية الأولى see out قيمة النمبر 1 اللي هي العشرة. لكن في حالة عدم تحقق الشرط، يعني بالعكس، يعني النمبر 1 مثلا صار 5 والنمبر 2 10، الخمسة أكبر من العشرة، true or false؟ أكيد false، ما تحقق الشرط، فيعبر ينفذ الجملة البرمجية الثانية وهي see out number 2، إذن معناها number 2 هو الأكبر اللي هو العشرة. write a C++ program to read a student degree and check if it is a degree greater than or equal to 50 then print pass otherwise print fail. يعني هنا برنامج يقرأ معدل طالب، برنامج يقرأ معدل طالب، إذا كان معدل الطالب أكبر من أو يساوي 50 فراح يطبع على الشاشة باس اللي هو معناها اجتاز المرحلة بنجاح، يعني عبر للمرحلة القادمة. otherwise معناها وإلا، يعني معناها هنا معدل الطالب أقل من 50 راح يطبع fail، يعني فشل، فشل اجتياز المرحلة. إذن هاش include أو stream dot h المكتبة مالتنا، الفويد مين الدالة الرئيسية للبرنامج، هذا القوس بداية البرنامج وهذا القوس نهاية البرنامج. تفصل البرنامج العفو كلمة كلمة، تريد a student degree يعني راح تقرأ درجة طالب أو معدل طالب، فهنا راح نعرف الدرجة كانتجر متغير من نوع انتجر، انتجر degree. read قراءة، راح نساوي قراءة للمتغير عن طريق دالة السين cin degree. إذن اليوزر هنا راح يدخل أثناء التنفيذ القيمة، بعدين يتشيك على القيمة and check if it is. إذن من نال if موجودة عندك، إذن معناها عندك if الشرطية. if degree اللي هو معدل الطالب أو درجة الطالب أكبر من أو يساوي 50، يعني في حالة اليوزر انطى أثناء التنفيذ المعدل 50 وفوق راح يطبع see out، ينفذ هاي الجملة البرمجية، يطبع لك على الشاشة باص.
يعني الطالب اجتاز المرحلة بنجاح وما ينفذ بعد هاي الجملة البرمجية لأن الشرط تحقق. لكن في حالة فشل تحقق الشرط يعني معدل الطالب أقل من 50 ما راح ينفذ هاي الجملة البرمجية لأن الشرط false. ينفذ هاي الجملة البرمجية else وإلا فراح يطبع fail اللي هو فشل، فشل اجتياز المرحلة. هذا البروجرام الأول على if else. إذن من يتحقق الشرط ينفذ الجملة البرمجية الأولى ويترك الجملة البرمجية الثانية. في حالة عدم تحقق الشرط يروح ينفذ الجملة البرمجية الثانية ويترك الجملة البرمجية الأولى. الإكزامبل الثاني رايت أسي بلس بلس بروجرام تريد أنمبر. اكتب برنامج لقراءة رقم and check if it is even or odd. يعني هنا راح تقرأ رقم وتشيك هل هذا الرقم هو رقم زوجي أو رقم فردي. فهنا على مود تعرف الرقم الزوجي من الفردي لازم تستخدم باقي القسمة كالتالي. بالبداية راح تعرف تكتب المكتبة هاش include أو stream dot h. تذكر الدالة الرئيسية للبرنامج الفويد مين، تفتح قوس اللي هو بداية البرنامج وتسد القوس اللي هو نهاية البرنامج. تريد a number، إذا هنا راح تعرف الرقم كانتجر. طبعا هنا تخلون space بكل البرامج، هو غلط بالطباعة. انتجر للنمبر أو انتجر للأي، أي رقم أي متغير. read يعني قراءة عن طريق دالة السين، نسوي له إدخال عن طريق السين. فهنا اليوزر أثناء التنفيذ راح يعطي قيمة هذا المتغير. هنا تركز له على هذا الشرط. بما أنه عندك بالسؤال if، إذن لازم تحتاج شرط على مود تشيك العدد هل هو زوجي even أو فردي odd. على مود تشيك العدد زوجي أو فردي تتبع التالي: if النمبر اللي هو العدد اللي انطيته أثناء التنفيذ باقي القسمة من الاثنين يساوي صفر. يعني مثلا إذا أنطيت النمبر بالتنفيذ 8، 8 باقي القسمة من الاثنين إذا يساوي ناتجها صفر فهو شنو؟ زوجي. وإذا ما يساوي صفر يعني يساوي 1 فهو شنو العدد؟ فردي. يعني إذا أنطيت النمبر 8 فالثمانية تقسمها على 2 إيش قد يطلع الناتج؟ 4. وباقي القسمة إيش قد؟ 0 لأن ما عندك باقي. إذا 8 باقي القسمة من 2 يساوي 0. إذا الشرط صحيح. إيش راح يطبع؟ see out even، إذا العدد زوجي وبالفعل 8 زوجي. لكن في حال انطيت عدد فردي مثل 9، 9 تقسمها على 2 ايش قد؟ ينطيك 4. وايش قد يبقى باقي؟ يبقى 1. اذا ما تحقق الشرط، ناتج الباقي القسم مو 0، 1. ففي حالة عدم تحقق الشرط يطبع لك الجملة البرمجية الثانية اللي هي see out odd يعني العدد فردي. اذا في حالة تحقق الشرط ينفذ الجملة البرمجية الأولى ويترك الجملة البرمجية الثانية. في حال فشل تحقق الشرط راح يترك الجملة البرمجية الأولى وينفذ الجملة البرمجية الثانية.